بون اللي كيبقى نبدا الفيديو اللي مش نهضروا على لاباج تاع اليكترو ستور ريسبونسور لهذا الفيديو ان شاء الله. بون خوتي هاد لاباج بزاف شابات، ممكنكم باش تشرو عن طريق الانترنت، يعني طبعا يكون الدفع بالسي سي بي. طبعا عندها بزاف لي بري شابين، هي تشحن بابجي هناك كما راكم تشوفوا، تشحن فري فاير، تلتي كراضية سيت الانترنت، لي جوجل كاري، جوجل بلاي، لي كارت تاع اكس بوكس، كاين لوجيسيال لي لوجيسيال وغيرها من لكم تدخل جايين مع الطريق. خاوتي يعني لاباج بزاف شابة و كونفيونس يعني 100% ضمان من عندي، و دايرين دي بري ملاح. دونك تقدر تضربوا عليها، الله نخلي لكم اللين تاعهم اسفل الفيديو، عندهم فيسبوك و كاين ثاني انستغرام اللي حاب يشوف. دونك خاوتي ما نطولوش عليكم، انترو. السلام عليكم خوتي، نسبه تكونوا بيا. بون خوتي نجي ندير لكم اليوم فيديو كيفيه استعمال تطبيق بيكس ارت في تعديل الصور. بون خوتي حاجه سهله، لما هذا المثال الان بيكس ارت في الاندرويد، يعني خوتي الشرح ينطبق كذلك على الايفون والزاباري واحد اخرين. دونك خوتي نخيروا الفوتو اللي حابين نعدلوا عليها. مثلا خوتي عندنا هاد الصوره، دونك خوتي اليوم جينا عندكم هاد لوبسيون يعني باش تصغروا في الصوره وتكبروا. دونك هنا مكلا خوتي عندكم هذه، بون هذو خوتي بان نهضروا عليهم. عندكم هذه روتري، دونك خوتي نسحقوا كون في دقيقه بون اكتيفي الواي فاي. بون يعني اللي خوتي العفسه، يعني كي تسجلوا بيكسات من بلاي ستور ولا اب ستور يعني دو موديلكم بدراهم. دونك هذه عندنا ابليكاسيون مهكر، يعني درت فيديو من قبل عليك كيف تقدروا تيشارجيو بيكسات بي يعني بشغل الكاركتر بيكسات بطريقه مجانيه اخره، وتجيكم بيكسات مفعله. دونك خليكم رابط الفيديو في الاسفل. دونك خوتي عندنا هذه الاوبشن تاع روتريتي باش تنحيو الصور الزايدين في الفوتو. مثلا نحب نحي هذا الراجل، واش ندير خوتي؟ برك سيليكسيوني هكذا، ندير روتريتي روتيري عفوا. دونك يتنحى. دونك يعني بون مثلا باسكو الراجل هذا شغل دا نص الفوتو، دونك ما شغل دا شغل خاصك تشوف الفوتو. مي باغ اكزومبل كتنحي عفسه صغيره مثلا كيما هذا كيما هذا القرمودة هذه هنايا ولا جي با شنو، ابليك تابز اوكي. ممكن تنحى خاوتي شغل ما تخليش اثر كبير، فهمتني كيف؟ بون خاوتي تنحى جي با لا دقيقه باك سمحوا لي خاوتي. دونك لكن شغل ذاك الراجل درمو كان باين مليح في الفوتو، شغل خلى اثر فهمتني كيف؟ كيما هذه القرمودة هنا ما مدوم ياك يعني ما تخليش اثر كبير، ما تبانش بزاف فهمتني كيف خاوتي. دونك نرجعو للراجل هذاك اباندوني، رجعوا الراجل. دونك هذه يا خوتي، هذا ثاني ومن بعد نهضروا عليهم. دونك روحوا هنا خوتي، هذه باش تزيد الإضاءة كما هضرنا عليها في الفيديو لايت روم السابق. هذه باش تزيد الكونسترا مثلا، هذه تاع الألوان لا مش ألوان عفوا الإضاءة. ثاني عندنا هذه تاع الألوان، هذه تاع الألوان هنا بندير لها هكذا لوتا باش تبدل في الألوان. دونك هذه خوتي ممكن نخليها هكذا. هذه عندنا ثاني الإضاءة لي زومبر، يعني واش كاين في الصورة مثلا نحب نكحل الأشياء هذو ولا نزيد لهم في الإضاءة كيما نحب. هذا ثاني خوتي لاتمبيراتور ولا درجة الحرارة باش تولي الفوتو صفراء ولا زرقاء كيما نحب خوتي. دونك هذه هي بون حبينا هكذا نخليها مثلا، خوتي يكون كيفاش يحب. أو بالنسبة خوتي لهذو الخصائص وحدو أخرين خوتي، بندير لكم فيديو توضيحي أكثر حول بيكس أرت. بون غادي باسكو هذا الفيديو تعليمي للأشخاص يعني المبتدئين قليلا في بيكس أرت باش يتعلموا اهم الخصائص تاع بيكس ارت عطيني كيف. دونك ابري نروح للخاصيه هنا هذا لي زيفي مثلا الايفي البولا بعض لي زيفي كيما الجليتش كيما قلت لكم خاطر الجليتش مو موجب دراهم مي حنا هذا التطبيق هنايا مكراكي. دونك خاطر الجليتش تحبوا تنقصوا فيه هكذا ولا تزيدوا، ما تحبوا تعدلوا عليه هكذا مثلا كيما تحبوا خوتي. دونك انا ما كلمناش حابين نعدلوا عليه بالموسم بالجليتش. دونك خوتي هذوما تحبوا هذه هاي الثمن خوتي بزاف لي زيفي هذو شابين. دونك خوتي تحبوا تنقصوا لها، تحبوا تزيد لها في البيروي كيما في البيروي كيما البغوي كيما تحبوا خوتي. دونك انا مثلا هذا، دونك هذه كاين بزاف خوتي دي خير واش تحبوا. دونك مثلا عندنا الاش دي ار، انا معروف في بيكس ارت ديال الاش دي ار، تحب تزيد هنا وتنقص رجلي كيما تحب. كذلك هذا الفلتر مثلا عندنا هنايا هذوما باش ترجع صورة كرتونية، مثلا عندنا هذا كذلك كيما تحبو خوتي. هما بون خوتي عندك الفلو، الفلو كيما كنتو تشوفو خوتي كاين هذا الفلو كاين هذا
كاين هذا كاين بزاف خوتي. دونك مثلا انا حبيت هذا، لكن انا حبيت هذا الفلو شغل ما يكونش على كامل، يكون في الطريق ونخلي هذا الرجل بلا الفلو. كيفاش ندير خوتي؟ نروح نمحي هذه الفوق ونمحي الرجل من الفلو. دونك خوتي دقيقة برك، نرجع الفلو الشخص اللي مقابله ونحي غير على الرجل اللي حبيناه مثلا هذا برك، هكذا 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 بلا قلب شوية. فوالا خوتي دونك ونزيدو لها نديكوليوها مليح. كيما كنشوفو خوتي شغل الفلو يجي غير في البلايص وحدوخرين وتنحى على الرجل. دونك هذه خلي باش تجي فوتوشوب، ماشي غير الفلو تخذ مام، تقدروا مثلا لي فيتر وحدوخرين باغ اكزومبل جليتش. ها دونك هنا يا خوتي نحبو نحو الجليتش على هذا الرجل مثلا نخليه في وحدوخرين. ها واش ندير؟ نحي هكذا وندير اوكي، يولي مكاش الجليتش على الرجل هذاك ثاني. ها مثلا ها كيما تشوف هذا شو الراجل سلكين من الجليتش هذاك باسكو نحيتو من الايفي. هذه يا خوتي با حنا مانيش حاب ندير لي زيفي. دوكا نولي هنا خوتي، عندك هذه تحب دير اوتو الشغل باش تسقم وجهك بازم كيما نقول حنا الميكاب، سو ميكاب الكتروني هذا هذولي كيف اخوتي. دوكا سقم لي فيزاج با حنا بغيناش التصويره بالفيزاج واضح وشغل ما تظهرش تغيرات بزاف. ما خوتي هذا باش تزيد الماكياج ايتو بون، ما خلينا حاجه باينه تبدل لي كولور تاع العينين ايتو. دونك مثلا عندك هذيا هادو بيجيو الصوره جو بي ان جي، فهمتوني كيف؟ مثلا انا خصني هنايا لوغو تاع انستغرام، واش ندير؟ روح ريشيرش الفوق كتب انستغرام، هي جاتني دونك تخرج لي لوغو تاع انستغرام يجي واجد بي ان جي باش ما فيش خلفيه من اللور. دير هكا وندير هكا مثلا، حبيت ندير انا نزيد اسمي يعني كيما نحب مثلا نخلي دوك نزيد اسمي. فهمتوني اخوتي؟ دونك هكا مثلا حبيت نزيد اسمي في الريد تاكس، نزيد اسمي it is us هلا. ها دونك خوتي راهي لك، دونك خوتي نبدل الكتيبة مثلا ندير هذه ولا هذه ولا كيما مثلا ندير هذه عجبتني والله هكذا نصغرها نكبرها كيما نحب خوتي، ندير لها كنجعدها ولا كيما نحب خوتي. دونك عندكم هذه باش تزيد السماكة تاع الكتيبة، درك شي كود باش نقول لكم والله شوفوا خوتي الفرق كيما تكونش كاينة وكي تكون كاينة. شتوني فهمتني اخوتي كيف تقدر نقصلها؟ مثلا نديرها حمراء على هاد لاكولور هذا، تحب ديروها ديغرادي كيما راكم تشوفوها هكذا تبدل لي كولور شنو تحب دير، تخيلوا لي كولور اللي كاينين. واخا في الكابس تاع الكتيبة هاكا باش تديروها تنقصو لها، عندك الميلونج باش تكون شغل ميلونج مع ليكرون. شوف اخوتي لي زومبر باش تخرج شابة باش تكون عندها شغل ظل من اللور. نبداو نديرو كولور، انا كان عندها ظل اسود. واخا بدا كيما تحبو، تحب تاخد تعوج الكتيبة هكذايا سيميو. دونك كيما تحبوا خوتي تبدل تبدل الكتيبه مثلا عجبتني هذه ولا دونك كيما تحبوا خوتي مثلا ندير اوكي خليها هكذا. دونك عطيتكم اكزومبل. دونك هذا حبيت انا مثلا عندي عندك هذا خاصية تاع البس. دونك خوتي انا حبيت نقطع هذا السيد من الخطوة هذا باش نجبدو وحده ونخليه بي ان جي، واش ندير خوتي؟ فوالا دير له هكذا 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 هكذا. دونك ندير اوكي هنا، دونك نزيد شغل كيفاش نقولو نزيد نزيد نوضحو مليح ولا نزيد نسيليكسيونيه مليح باش يخرج لنا بيا. نديرو خوتي هكذا، لا 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 خوتي دقيقة برك، دقيقة خوتي خوتي نديرو نحيو 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 شوية برك هكذا، نزيدو من الفوق باسكو ماهوش مخرجناش كاسكادا تاعو. خوتي نكبرو لاطاي دونك خاوتي نمحيو شوية، خرجنا ذاك العبد من هنا نمحيو خاوتي الزايد باش ما يخرجناش. دونك خاوتي هذا هو، دونك خاوتي بون خاوتي انا باش ندير لكم اكزاكت برك نشوف نفهمكم هذا ما كان. هذا خاوتي هاوريكم السيد اني وحدو هكا بي ان جي، فهمتوني كيف اخوتي واش خاصية تاع التقطيع هذيا. لو تحبوا تخبوا زيد ثاني تزيدوا خاوتي فوتو من الكالوري تكون زايده، مثلا نحب نزيد هذه هنايا هاتي ونحطها هنايا مثلا. ها هكذا هذه هي عندكم، هذه باش تزيد البيض لي كوتي باش تكون لي فوتو كبيره اكثر. تحب تبدل الخلفيه ديالك ولا دير خلفيه ايماج واحده اخرى اللي عندك في الكالوري، تحب تدخل كاين خلفيه واجدين تاعهم كيما تحبوا خاوتي. دونك انا ما كان ما يشحب، تحب ديروا الفلو خاوتي باش تخرج فوتو فلو كيما تحبو خوتي.
دونك هذه اللي كي تحبوا ديروا الفوتوش والكادر تكادريوها. انا ما نشرب دوك ما كلا هذه خوتي هذا الديس ها هو دو صوالح واحد اخرين خوتي شغل ما يهمكمش بزاف ابي ندير لهم فيديو واحد شغل فيديو واحد شغل شرح كامل البيكس ارت نفهمكم فيهم بالتفصيل ما كاش مشكل. دونك هذه خوتي باش تونجستري دير هنا ونديرو اونجستري ودير اونجستري تلقاو في الكالوري. دونك خوتي هذه الفيديو ان شاء الله تكون جبتكم لا فيديو ما تنسوش ديرو لايك وبارطاجيو الفيديو.